يعرف بعد كده من خلال الباقة دي، عايز يعرف معلومة عن دبة النملة في ما عندوش تكة موزمبيق، بقى خلاص. هيلاقيها يعني. طيب احنا في انفوجراف موجود معانا برضو، اعتقد انه هيساعدنا واحنا بنشرح هذا المشروع. اتمنى زمايلي بس يعرضوا الفيديو وحضرتك تفسر لنا بعد كده بس التفاصيل الموجودة في الفيديو ده. اوكي. بنك المعرفة المصري، التعليم من أكثر الأمور الشائكة التي تواجه المجتمع المصري، هي المشكلة التي يحاول الجميع وضع حلول جذرية لها، والجميع يعلم أن بحل مشكلة التعليم في مصر سوف تحل تلقائياً العديد من المشاكل الأخرى في البلاد، فالتعليم هو القاطرة التي ستمضي بالبلاد نحو آفاق المستقبل. ولكن كيف سيتم حل مشكلة تفاقمت عبر عشرات السنين لتصل إلى ما نحن عليه الآن؟ نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، هي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العلم عام 2014، ومن خلالها بدأت المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية في محاولات إطلاق مشروعات قومية تهتم بتنمية التعليم وطرح حلول لعلاج هذه المشكلة. وبفضل إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم لغد أفضل، جاءت مبادرات رئاسة الجمهورية بإطلاق المشروعات القومية كمشروع تأهيل وتدريب المعلمين ومشروع تأهيل الشباب للقيادة، وكذلك بنك المعرفة المصري. بنك المعرفة هو من أكبر المشروعات القومية التي تهتم بالتعليم في مصر، فهو يهدف لإتاحة كم هائل ومتنوع من مصادر المعرفة والثقافة مجاناً للمصريين كافة، وذلك عقب التعاقد مع العديد من دور النشر العالمية لنشر محتواها في كافة المجالات العلمية والثقافية لتكتمل منظومة الثورة الثقافية المصرية الجديدة. شرع المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز هذا المشروع القومي، قاموا بجولات خارجية بعد دراسة كافة احتياجات المجتمع المصري، وكذلك دراسة سوق النشر العالمي وتقييم معظم الشركات والكيانات الضخمة العاملة به، وتم فيها التفاوض من أجل إتمام هذا المشروع. كان الجميع يعمل في منظومة متكاملة من أجل إتمامه في موعده المحدد، وها هو المشروع بفضل دأب وجهد الجميع يكتمل. بنك المعرفة المصري سيتيح لجميع المصريين من جميع الأعمار أكبر كم من المحتويات المعرفية والثقافية والعلمية، سواء كانت علوم أساسية أو تطبيقية أو تقنية أو العلوم الإنسانية وعلوم الإدارة، وحتى الكتب الثقافية العامة بما فيها الكتب الموجهة للأطفال لأي مواطن مصري على أرض بلاد، من خلال بوابة موحدة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يكون الاستخدام من خلال تطبيقات تسمح بالاستخدام من أي جهاز كمبيوتر، وكذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الذكية. ويتم الآن تشكيل مجلس أمناء للمشروع، مهمته وضع برامج وآليات لتفعيل سبل الاستفادة من كل هذا المحتوى، من خلال إقامة ندوات عامة وورش عمل بمختلف محافظات الجمهورية في الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة والأندية والمدارس. بإطلاق هذا المشروع في يناير 2016، من المتوقع أن يحدث هذا الأمر ثورة معرفية للمصريين كافة، فمعظم الكتب والدورات والمناهج والكورسات ستكون متوفرة لكل المصريين، وهو الأمر الذي يأمل الجميع في الإتيان بثماره على كافة القطاعات. فتلك الإتاحة مهمة جدا للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية التي كانت تتكبد سنويا عبر المجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي والجامعات الخاصة ومكتبة الأسكندرية والقوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى العديد من الجهات البحثية، مبالغ طائلة للاشتراك في نسبة ضئيلة جدا مما يتاح الآن عبر بنك المعرفة. ومن الممكن أن يتم توجيه تلك الميزانيات من أجل دعم وتطوير البحث العلمي والتعليم الجامعي بشكل عام. 25 دار نشر عالمية وشركة متخصصة استطاع بنك المعرفة المصري التعاقد معها من أجل إتاحة محتواها. Elsevier Science، Elsevier Health، Springer Nature، Emerald Insight، Walters Kluwer Health، John Wiley & Sons، Sage Publishing، Cengage Learning، National Geographic، Royal Society of Chemistry، Muse Global، The Smart Connector، Discovery Channel، Knowledge E، Notion Wave، Integrated Information Network، Oxford University Press، Cambridge University Press، Pan World Education، Thomson Reuters،
Digital Contents Associates, Britannica, Brill Publishing, Asset Technology Egypt, Wasner, Institution of Engineering and Technology, LIMS Egypt. بنك المعرفة المصري هو الأمل في الغد، وهو الثورة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.